My question to you, sir, what your position now in this military Israeli operation? هذه العملية العسكرية على الأرض حاليا. شكرا جزيلا على هذا السؤال. كما تعلم كنا واضحين تماما بأننا في حاجة إلى تحديد الأولويات الخاصة بحماية المدنيين. هناك بعض العمليات العسكرية التي ينبغي ألا تستمر إلا بأن يكون هناك أمرا واضحا وتنفيذيا من أجل إخلاء هؤلاء المدنيين خارج المناطق المنكوبة، وأيضا العناية بهم بمجرد إخلائهم. يمكن أن نتواصل بشأن هذا الموضوع في عدة مرات على مستوى السادة الرؤساء، وبالطبع تواصلت مع نظيري عدد من المرات، وبهذا ينبغي أن يكون ذلك جزء أساسي داخل أي عملية أو تخطيط عسكري من أجل المحاسبة وضمان حماية المدنيين. ومرة أخرى هناك خطة، ولكن لابد أن تكون هناك المزيد من الفرص من خلال التواصل مع القادة في هذا الشأن. شكرا جزيلا. هذه نهاية المؤتمر الصحفي.